بين محاولات إعادة بناء الثقة وشراكة مضطربة يشوبها التنافس والحذر. هكذا تسير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين، ولكن يبدو أن معطيات المشهد الدولي الراهن قد تدفع الجانبين إلى فتح صفحة جديدة من التفاهمات. وتعد زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس الأخيرة إلى الصين بمثابة إشارة إلى بدء حقبة مختلفة من التعاون بين برلين وبكين، في زيارة وصفت بالأطول لبلد واحد منذ توليه منصبه في 2021. يختتم شولتس المحادثات المشتركة مع المسؤولين الصينيين حول سبل تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية الشائكة في توقيت تتصاعد فيه التوترات بين بكين وواشنطن، وتمارس الأخيرة ضغوطا مستمرة على أوروبا من أجل تبني موقف مناهض للصين. هذه الزيارة تأتي في أعقاب دعوة فرنسية ألمانية إلى إعادة التوازن في العلاقات التجارية بين أوروبا والصين، بجانب التأكيد على أهمية تحفيز القدرة التنافسية الأوروبية نظراً لإدراك الدولتين أهمية التأثير الصيني على ملامح التجارة العالمية والدور المرتقب لبكين في الحرب الروسية الأوكرانية لتقاربها الواضح مع موسكو. يبدو أن العلاقات الأوروبية الصينية لا تثير المخاوف لدى حلفاء أوروبا فقط، بل تتسبب في زيادة الانقسام داخل التكتل الأوروبي، حيث ترفض بعض الدول النهج التصادمي تجاه بكين مطالبة لبناء شراكة استراتيجية معها، بينما تنظر دول أخرى إليها كمصدر تهديد. فكيف يصبح شكل المرحلة المقبلة بين أوروبا والصين؟